دليل قامت هي هيئة الطرق والمواصلات في دبي باستحداث دليل الاختبارات النفسية واللغة الخاصة بتدريب سائقي نقل الركاب في إمارة دبي. طبعا سائقي نقل الركاب في إمارة دبي يشمل سائقي مركبات الأجرة والليموزين وسائقي النقل المدرسي وسائقي الحافلات الثقيلة، ومن خلال هذا الدليل سيتم تنظيم التعاقد وتأهيل المعاهد المزودة للاختبارات النفسية واللغوية. طبعا ينبثق من هذا الدليل اهداف عديده، منها نحدد من خلالها معايير لتاهيل المعاهد المزوده لدورات واختبارات النفسيه واللغويه لسائقي نقل الركاب، حيث ان اجتياز تلك الاختبارات بتكون احد متطلبات التسجيل في البرامج التاسيسيه لدى مؤسسه المواصلات العامه في هيئه الطرق والمواصلات. أيوة. للحصول على بطاقه مزاوله مهنه سائق نقل الركاب. هذا بالاضافه لهدف تفضل كمل تفضل سيد عبد الله، ما علي برد اسالك. طبعا الهدف الثاني هو تعزيز الشراكه بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، طبعا من خلال استقطاب المعاهد لتقديم خدمه الدورات والاختبارات اللغويه. طبعا نستفيد نحن من الخبرات الموجوده بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في عمليه تاهيل واستقطاب وتنقيح عمليه اختيار السائقين.